الرواية مصنفة رواية أصوات. أولا عايزين نعرف المشاهد يعني إيه رواية أصوات؟ رواية أصوات يعني في عدة شخصيات في الرواية هم اللي بيحكوا لنا الرواية. أوكي. يعني ممكن الفصل الأولاني بيكون بصوت راجل كبير مثلا في السن، الفصل الثاني بيكون بصوت بنت، الفصل الثالث بيكون بصوت شخصية ثالثة في الرواية. إحنا عندنا في الرواية دي 3 شخصيات الرواية كلها بصوتهم يعني. ايوه فعشان كده هي رواية أصوات يعني. ايوه تصنف رواية أصوات. وليه ليه اخترت تكتبها بالطريقه دي، او ليه اخترت تعرضها على القارئ بالطريقه دي؟ لان زي ما انا قلت لحضرتك، انا كنت عايز اعرض وجهات نظر يعني متناقضه. يعني مثلا لو فرضنا ان راجل كبير في السن عنده 70 سنه قابل بنت عندها 18 سنه في موقف ما، يعني هو لما يحكي الموقف ده من وجهه نظره هتلاقيه مختلف تماما عن نفس الموقف لما تحكيه البنت اللي عندها 18 سنه. فلو تخيلنا ان الحدوته كلها بتحكي من وجهتين النظر دول، وغالبا القارئ اللي بيقرا الروايه دي هتلاقيه سنه في النص، يعني هو لا هو 17 18 ولا هو 70، ممكن يكون في سن في النص، هيلاقي نفسه محتار. هو هيشوف في البنت الصغيره دي مثلا اخته او بنته، او يشوف شبابه وهو صغير شويه، ويشوف في الولد الكبير ده والده او جده، ويبدا يشوف ازاي الاجيال دي بتفكر بطريقه مختلفه، ولكن ازاي يقدروا يستفيدوا من بعض، ازاي يتعاملوا مع بعض، ازاي كل واحد بيواجه مشاكل مختلفه حتى في العصر اللي احنا عايشينه ده.